فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي أقارب من الإسماعيلية وأرغب في دعوتهم إلى الإسلام، فهل أسلم عليهم عند زيارتهم في بيوتهم فأقول السلام عليكم؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، فهل أكون مرتكبا لذنب إذا سلمت عليهم بهذا السلام؟ السلام هذا سلام الإسلام، لا يقال لي لمثل هؤلاء، لكن يقال السلام على من اتبع الهدى أو ما، نعم، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.